سؤال للجميع. أنا ضيفكم اليوم صح؟ وضيف إخواني في التلفزيون في جميع أنحاء العالم. بهذه الليلة أن ننور الحياة بالتوبة ورجع إلى الله عز وجل بإذن الله. تحبوني؟ أحبك. أقول لكم اللي في التلفزيون تحبوني؟ نعم. وأنا والله أشهد الله أني أحب كل واحد فيكم. أحبك الله. طيب بس قد يختلفون الناس في حبي، في حبهم لي. بس أسألكم سؤال، تحبون الله؟ نعم. فالجميع يحب الله صح؟ ما في اختلاف. أسألكم بالله اللي يحب الله أمامي لأنه يسمع كلامي أنه يرفع يد محبة في الله. حتى اللي تابع؟ حتى اللي تابع واللي موجودين معايا واللي وراء الشاشات. أسألكم بالله ترفع يدك محبة لله. يا الله. طب رفعتوا كلكم ها؟ جزاكم الله خير. الله نظر إليكم الآن ورى محبته في قلوبكم قبل أيديكم ما ترفع. طب سمعتم شيء؟ هل لاحظتم شيء يا شيخ؟ كاميرا عليا؟ كلكم رفعتوا صح؟ أنا رفعت؟ أنا اللي سألتكم هل تحبوا الله؟ قلت له أيوه كلكم. أنا ما رفعت، هل أنا ما أحبه؟ طب من اللي منعني؟ الله العظيم. من اللي منعني أسألكم بالله؟ لا إله إلا الله. منعني اللي سمح لك. تدروا ليش؟ لأني كنت أرفع معصيته. وسترني سنة وسنتين وعشرين سنة. أي معصية، أي معصية. أغاني، أفلام، مسلسلات، أي شيء. سباق أول واحد. سريع إلى معصية الله، بطيء إلى طاعته. والآن أنت ما زلت تعصي الله وسمح لك أنك ترفعها محبة له. لكن أنا فصلها عني من 21 سنة. تنتظر حتى يمنعك؟ ما زلت تعصي الله، ما زلت تمسك الدخان والمخدرات، ما زلت تسوي العادة السرية، وما زلت تنمصي حواجبك، تعصي توجبي على نفسك لعنة الله، وما زلت وما زلت. وسمح لكم الآن أنكم ترفعوها محبة لله. بس أنا منعني نفسي أغسل عورتي، لي 21 سنة أغسل عورتي. عمرك ما دخلت الحمام وناديت أحد يجي يغسل عورتك أو أنتي. أنا إلى الآن 21 سنة يغسل عورتي وأحتاج أي أحد عندي. أي أحد عندي أحتاج يغسل عورتي. إذا وسخت جاني، أنا الآن جيت هنا بدون أمي وبدون زوجتي، ولو مشيت بطني اللي معايا حيمشوني وحينظفوني، ولا حضطر انتظر الى ان ارجع جدة او بيتي في المدينة وانظفوني. تقطع قلوبكم واحسن ما تقطع اجسادكم في النار يوم القيامة. ايوه، عشان احسن ما تقطع قلوبكم وافئدتكم في النار يوم القيامة. اشكر نعم الله عليكم في الارض عشان لا تعذبوا تحت الارض يوم القيامة يوم العرض. اسأل الله ان يحرمكم على النار. هذه اليد اللي رفعتها محبة في الله هتشهد لك يوم القيامة انك تحب الله. طب اشهد، خلي اليد هذه تشهد لك كمان انك اي معصية بينك وبين الله تتركها. يوم تشهد، يوم يختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. خلي هذه اليد تشهد لك محبة في الله انك تركت الاغاني والافلام والمسلسلات، تركت العادة السرية، تركت التنميص، وتركت التقليف المواقع الإباحية، ترقيم البنات وإيذاء البنات وإيذاء الشباب، ندخل على غرف شاتات عرض أجساد بنات لا إله إلا الله من أبناء لا إله إلا الله. أذكر الله يا أخواني، أشكر نعم الله. أقسم بالله قال الله وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ما أنا إلا واعظا لكم بلسان الحال والمقال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.